النبي صلى الله عليه وسلم نبه الصحابة رضوان الله عليهم على هذا، أنهم كانوا إذا نزلوا في منزل تفرقوا، فقال إن هذا التفرق من عمل الشيطان. فما صلى الله عليه وسلم عبر الشخصية فقال زنين أبتاد من الصحابة زنين أكسف الكتاب بتاعنا وتنزوه لكان مدار الصحابة رمي ونيد نمتير ما أنا كري يلا فان في سنة زنين سارة سارة خلاص معاكسون لسان واحدة يلدين فما صلى الله عليه وسلم عبر الوحي سارة سارة ويكنين دي أنسني عمل الشيطان عاصم الشيطان. إذا لابد أن نجتمع يعني أسكتنين دميل السام نارهم فرقوري بلس ريك من الأمور التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم الاجتماع للإفتراق. النبي إنسان زابط وإنسان آتني نبي فصل الله سبحانه وتعالى إنسان قمنا محمد صلى الله عليه وسلم زنة دي بحانية النسي كمني في تنبارا أتسي مساء كم رب نعبد؟ في رجيز انتون وزيد الكسيك رب واحد سبحانه وتعالى من تبرك سيد الله سبحانه وتعالى. كم نبي نتبع عليه الصلاة والسلام؟ كثير من عليه الصلاة والسلام زيارات نبي واحد عليه الصلاة والسلام. نؤمن بجميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، لكن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم نسخت كل شريعة كانت قبل. زنوي أتذكر وجهي في مطوك إن رأوا قمنا ما زين قال تكملتان فكوسا أمي للان أمي الشريعة أتذكر في منارك أمي الشريعة ما للان زين محمد صلى الله عليه وسلم شريعة واحدة زنوي الشريعة ما للان توبنا قبلة واحدة قبلة سكتي توبنا نجتمع في كل يوم خمس مرات أتذكر وجهي في نارم فرفوري تعبة من دورنا أنا كريم في سنان أهل الحي يجتمع خمس مرات في كل يوم في الصلوات المفروضة الخمس. تنويه يقول لا لازم يجتهد من كثيره. يوم تام بتم يجورنا ريح مسجد زن سكني صلاة يسناندو أو سناندو. يجتمع أهل القرية في يوم الجمعة. يقول كوزي مني تسكوي من تنانا ريح. أم تنانا أنا كريا يوم تام بتم يسلام ريح أمي مسجد ريح أمي عند الجمعة. نجتمع في عيد الأضحى في عيد الفطر. زمري تعبت أوفي سكا أم تفتون زي أم تفتون نحن في الحظ حاسي أم تفتر أم ترى أنا كريم. إذا هذا الدين الإسلامي الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بالاجتماع للافتراق. كنظام ديال دين فيونا زي نيجي فمنام محمد صلى الله عليه وسلم سكتي ديال فيونا زي ما نعبت سكا فتسمى مسارة سارة بنسكا. ولا يمكن أن يكون اجتماع إلا على ما اجتمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم. كذلك الفرقورية نزينا بارنا ديت سنوبا لا سيمنين كذلك نوغني فمناني محمد صلى الله عليه وسلم أنزال تحير الصحابة. كل اجتماع تراه لكنه مخالف لما اجتمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم فهذا افتراق لا اجتماع. أتسكى مثل ما يتوزي في فرورينا في فرورينا تتسكوية من فرامنا أنا كريا كأولين ديات سنفنار كمي فقنارا من أتسكى محمد صلى الله عليه وسلم فاني في فرورينا في كناليزيا لتعطنا تتسكوزو من فوري أنا تترنا أنا كريا مفجعنا نعرف من السلاسة تترنا أنا كريا إزامي فقنارا من أتسكى محمد صلى الله عليه وسلم.